السلام عليكم. المنع من الله عطاء، يمنعك عن أشياء ممكن أنت تحبها، ممكن تظن إنها هي لو جاتك حتغير حياتك كلها، وما تدري إنه في خباياها وفي داخلها أشياء ممكن تكدر عليك كل حياتك. ركز معايا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحضر هذه الآية مع كل قدر يصيبك، وشوف، ركز معايا، لا تظن إنه المنع عدم توفيق أو عدم محبة من الله سبحانه وتعالى، ولا أن دعواتك مستجيبة. لا لا لا، أرجوك ركز معايا. النبي عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى الله، اتفقنا؟ اتفقنا. وكانت دعوته مستجابة، اتفقنا، متفقين. وكان أحب حاجة له النبي عليه الصلاة والسلام انتظر نزول جبريل مع القرآن. يو النبي عليه الصلاة والسلام تتوق نفسه لنزول جبريل. حتى في بعض الروايات كلم جبريل فيما معنى الحديث أنه لماذا لا تتنزل علينا دوما؟ فقال له جبريل في الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا شوفوا المنع، يمنع من الوحي فترة طويلة، ينقطع عنه الوحي، حتى أنه كفار قريش في مكة بدوا يستهزئون به. تعال يا ريان، ريان تعال. امرأة تقول له: أين شيطانك؟ تقصد جبريل. أين أودعك؟ قلاك؟ مع السلامة. تخيلوا نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، أحب حاجة له وأبدا ما في أي نزول، يعني حتى تصبير ما في، لا رؤى ولا شيء، انقطع الوحي تماما. وتخيلوا الأذية بالكلام: ودعك، أين شيطانك الذي يتنزل عليك؟ أيوة. ثم يأتي القرآن بالفرج، بالسورة اللي لازم تعيشها أنت في المنع اللي تعيشه أنت من الحاجة اللي تبغاها تحبها. لازم لازم، مثل ما عاشها النبي عليه الصلاة والسلام في أحب الأشياء إليه. الله قريب. السورة هذه حتبين لك، اسمع معاي، استشعرها الآن. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ترى الله قريب منك ويسمع دعواتك، ولا تظن لما ترفع يدك ترجع خايبة. لا لا، في تدابير أمور كثيرة أنت ما تعرفها. الشيء الثاني، سيبك من كلام الناس، الناس يقولوا لك والله دعوتك ما حتستجاب. حتستجاب، ما ودعك، ما تركك ربك. ها، ركز معايا. الله ما يخذ لك، ينصرك، لكن بدون عجلة، بأنسب الأوقات. والله القرآن ما في زيه. شوفوا حتى سورة الضحى هذه مؤنسة في قضايا المنع. انت اسأل نفسك سؤال: ليش الله يمنعني؟ هل سينقص من ملكه شيئا؟ يا رجل، الله سبحانه وتعالى غني عنك انت، عن البشرية كلها، لكن ليش يمنعك من أجلك؟ كيف تعرف هذا الكلام؟ من الآية اللي بعد: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك الله. ايش قال لك بعدها؟ وللآخرة خير لك من الأولى. الله أحيانا يشوف مننا زيغ عن الطريق الصحيح، النية، المقصد الأول، يرى مننا نحيد ونذهب إلى الدنيا ونترك الآخرة، فيرجعنا بهذا المنع، نرفع يدنا ونعيش. شوفوا أجواءنا إحنا لما نبدأ في قضايا المنع، دعاء وابتهال واستغفار، صح ولا لا؟ والله المنع أحيانا يكون حب من الله سبحانه وتعالى يحبك. بعض الناس ما يجي ترى كده زيكم حلوين، يا بالترغيب، في ناس بالمنع يأتون إلى الله سبحانه وتعالى، يمنعهم عشان يحبهم، عشان يرجعوا له. شوفوا يا جماعة، الله لطيف رحيم، حتى في العذاب رحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى مثل الأوبئة الآن، الحصار هذا، الأمراض، الديون، دون العذاب الأكبر، النار، لعلهم يرجعون. وهو عليم بكل نفس بشرية. بعض الناس يعلم الله سبحانه وتعالى كيف يأتون، من حبه لهم يأتيهم بذات الشيء الذي يقودهم إلى الجنة، يبقى يرحمهم الله سبحانه وتعالى. شوف 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 كيف الله يتعامل معنا.
السورة جميلة جدا، لأنه أصلا سبحان الله سبحان الله هي نزلت في حال فيه منع، فهي مناسبة لك والمنع اللي تعيشه أنت. شوف الله سبحانه رتب أولي رتب الحياة عندك الآن بالسورة هذه. قال لك الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى قريب، وللآخرة خير لك من الأولى. حط الآخرة هدف تأتيك الدنيا. شوف: ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا الله ما أجمل، والله ما أجمل القرآن. بس شوف العطاء هذا مو أنت تختاره، لأنه ممكن العطاء الهدف اللي أنت تبغاه الأمنية هذه ممكن تكون نقمة، لكن العطاء الحقيقي هو الرضا بأقدار الله وإن كانت مؤلمة. طيب يعني خلاص أترك الأمنية وما أدعي؟ لا لا، أدعي، خليك مع الله سبحانه وتعالى. أصلا في الحديث: من لم يسأل الله عذبه. الدعاء عبادة، الدعاء قربة من الله سبحانه وتعالى. خليك رافع يدك وشوف، أنت تسأل حاجة تجيك أحسن منها، تبغى حاجة ضرورية الله يعلم إنها ما هتنفعك يبعدك عنها وتزعل، يعوضك الله بخير منها. شفت كيف يتعامل معك؟ خليك مع الله ولا تبالي. الله لطيف بعباده. أحضر آية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الفراق أحيانا يكون منحة، فراق اللي تشوفه أنت نهاية العالم، الموت أحيانا يكون في له رفعة منزلة، ما تدري أنت إيش الأمور اللي الله سبحانه وتعالى يدبرها. القضية خليك مع الله، اسأل الله الآخرة وتشوف انت الدنيا كيف عندك تتغير. اول ما تصبح من الصباح خلي همك الله، وتذكر دائما: والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. عيش حياتك مع الله ولا تبالي، وأبشر بالخير. السلام عليكم.